السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نبارطاجيو فيه معكم الفطور ديالنا ديال اليوم. اليوم الحد فقنا معطلين شي شويه وغادي نبارطاجيو معكم الفطور ديالنا. اول حاجه هو عندنا مطيشة مقطعة طريفات، عندنا البنات هو مقطع طريفات، عندنا الفرماج والكاشير، وهنا عاوتاني عندنا البيض مقلي في الزيت البلدية وفيه الكاشير حتى هو، عندنا الزيت البلدية ديالنا ها هي، عندنا شكلاط هذا من بيم، عندنا التمر ديالنا، عندنا هاد الحليوات هادو، هاد اللعيبات لي المذاق ديالهم زوين. هذا بيمو ديال الحامض ديال بي، صراحة المذاق ديالو واعر بزاف في مذاق الحامض. هذا ما كان في الفطور ديال اليوم، نتمنى يعجبكم، تهلاو لي في راسكم ونشوفو فيديوهات اخرى ان شاء الله.